السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الداتا تايبس والكاستنج او كونفرتنج، انواع بيانات وعايزين نحول من نوع لنوع. التايب كاستنج دوت عملية بنحول فيها من نوع بيانات لنوع بيانات اخر، يعني من عندي كان عندي فاريبل انت عايز احوله لونج او لونج، عايز احوله لدبل او كذا الى كذا. في الكوتلين التحويل من انواع البيانات للاخرى بتتحول بشكل يعني اكسبليسيت، بشكل واضح ومباشر، مش اوتوماتيك، مش امبليسيت. لكن عندنا بقى من الانواع اللي موجوده عندي تو تشار، ودي بتغير من اي نوع الى التشار، والتو انت لاي من اي نوع داتا للتايب، والتو لونج والتو فلوت والتو دبل والتو بايت والتو شورت، كل دول بيحولوا من انواع لانواع. تعال نجرب مثال على طول من فايل، نعمل كوتلين فايل جديد ونعمل اكزامبل. يبقى اكزامبل مثلا رقم 21، دوس اوكي. نجيب المين فانكشن، وتعالى نعمل بالايه بالحاجات التحويل. فهنعمل فاريبل اسمه اكس، والفاريبل اسمه اكس دوت هحدد نوعه ان هو انت، وهقول بيساوي مثلا 15. اوكي، وهعمل فاريبل تاني هسميه مثلا واي، وواي ده هيكون على سبيل المثال لونج، ونحط جواه قيمه، اي قيمه ايا كانت، وليكن نحط جواه الاكس ذات نفسها. فاكس ذات نفسها هيطلع لي حاجه اسمها تايب ميس ماتش، في مشكله في التايب، لان انا المفروض احط لونج بس لقى فاوندد ايه انت. لو جيت بسيط اصلا في المساعده هيقول لك ريموف الايه الاكسبليسيت تايب، يعني ما تحولش بشكل مباشر، او تعمله على سطرين. طبعا لما قال ما حولش بشكل مباشر قال لي خلاص يبقى فار واي بتساوي اكس، وهو بقى ساعتها الواي تتحول لنوع انت. قلت له لا، انا عايز الواي لان لونج، وعايز الاكس تكون ايه، تكون انت زي ما هي، يبقى هضطر اقول اكس دوت تو لونج. فكده الاكس هتتحول الى لونج وتتحط في الفاريبل الواي اللي هو عباره عن لونج لونج. وبكده يكون عملنا عمليه التحويل اللي قابلتنا قبل كده. طب عملت فار اسمه ام، فاريبل اسمه ام، وعملت نوعه فلوت رقم كسري، وعملته 5.5 والاف، وعملت فاريبل كمان هخلي اسمه ان، وهخلي برده نوعه فلوت، اسف انت، وهقول بيساوي ام دوت تو انت. خد بالك هنا انا بحول الام دي كانت فلوت وكان شال 5.5، النص ده هيتشال ازاي جوه انت؟ المفترض هيحصل له عمليه تريم، يعني هيتلغي، يعني المفروض ان الان هتبقى بخمسه، والارقام اللي مش هتقدر الانت يمثلها بتتشال. فلما قلت له ان بتساوي وطبعت الفاريبل اللي اسمه ان، المفترض لما يجي يطلع لي هيطلع لي القيمه خمسه، وعمل تريم للايه؟ عمل تريم للنص. تمام، نجرب كده ونشوف في الرن بتاعتنا النتيجه، او النتيجه بتاعتنا طلعت ايه من عمليه التحويل. ودي حته مهمه ان النتائج الجزئيه هتبدا تتقص، وطلع لي الان معايا بخمسه زي ما احنا شايفين، وعمل ترم للايه للنص من القيمه بتاعت الفلوت، وخد الجزء الصحيح بس اللي هو بيقدر اصلا يسبورته او يدعمه او يشتغل عليه. طيب لو جيت قلت الفلوت ده 65.5 و يعني زودته خليته 65.5، فما فيش مشكله هيعملها 65. طب كويس جدا، انا هستغل الموضوع ده في ايه؟ هاجي وعامل فاريبل اسمه زد، والفاريبل اللي اسمه زد ده هيكون نوعه اتشار اللي هو كاركتر، والكاركتر احنا عارفين ان هو بيحتفظ بالحرف، وكل حرف بيبقى ليه ما يماثله بالانكودنج. لو جيت قلت له ان، لان دلوقتي اللي هي المفترض ب 65، قلت له ان دوت كاركتر تو كاركتر، فالمفروض الان دي تبقى تقريبا هتبقى حرف الايه، هتبقى حرف الايه، لان ال 65 بتمثل بحرف الايه، ال 66 حرف البي الكابيتال، وال 67 حرف السي، وهكذا في الترتيب الايه بتاع اليونيكود. فهتلاقي ان فعلا الزد طلعت معايا بايه؟ طلعت معايا بحرف الايه اللي هي 65. خلاص، طبعا لان اديته هنا الاي دي الكود، فهو رده لي للايه. طبعا ساعات الناس بتستخدمها في بعض الحاجات الخاصه بال السكيورتي، او ان هو يعمل حاجات كريبتنج، يعني انكريبتنج يعني. طيب لو عملت 66 هيجيب لي البي، لو عملت 67 هيجيب لي السي، وهكذا. طبعا كده عملت، كان قصدي ان اعمل فكره التو كاركتر، بس كانت الميزه بس اللي حبينا نوضحها بتاعت فكره ان الاي دي وله ما يماثله في الانكودنج، يعني كل حرف او كل رمز ليه ايه ما يماثله. نفس العمليه العكسيه، لو عملت فاريبل اسمه يو ونوعه كاركتر، او هطبعه انا كنت عايز اعمله بي واطبع القيمه بتاعته دوت تو انت، فيطلع لي كام؟ 66. وممكن على فكره اقول بي ما بين سنجل كود ليترال يعني، واقول دوت تو انت على طول. تمام، يعني اخدتها من غير فاريبل ونوع وكده، فالبي اصلا دوت تو انت هيجيب لي مين؟
ال66 المفترض. لو عملنا رن جاب لي ايه؟ جاب لي فعلا ادي الايه 66، وبكده بحول الانواع، وفي نفس الوقت انا بقدر العب على الفكره بتاعه الايه الكاركتر بشكل لذيذ.